عندما طورت وزارة الداخلية وادي الفروسية بموقعه المتميز على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، كانت حريصة أن يكون واجهة مشرفة للرياضة الفروسية في مصر، ويستقبل كافة المنافسات محلياً ودولياً، وهو ما نجح فيه الوادي، حيث استقبلت ملاعبه ذات التجهيزات الدولية وعلى مدار 4 أيام البطولة المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2023 لرياضة التقاط الأوتاد بمشاركة 6 دول هي مصر، الإمارات، إنجلترا، السعودية، ماليزيا، فلسطين. حاجة جميلة جدا، والناس الضيوف اللي جايين هنا يعني من طبعا كلهم بيشيدوا بالمكان، ما تشوفوش مكان كده خالص، بالإضافة للتنظيم طبعا، تنظيم الشوطة اللي احنا عارفينه طول عمرنا، الضبط وضبط المظبوط، ما فيش حاجة غلط، ما فيش حاجة إلا في ميعادها، كل حاجة معمولة، حاجة تشرف. It's a fantastic new spot for competitions internationally. I think this is going to grow and grow in the international scene of equestrian sports. The polo facility was magnificent and it's in a very beautiful setting on top of all of that. انا لعبت في اكثر من دوله في رياضه التقاط الاوتاد، الحقيقه ما حصلت مثل هذا الميدان، اول مره اشارك في ميدان نفس هذا الميدان، من تربه، من تنظيم، من جماليه. انا من وجهه نظري كفارس، انا شايف ان المكان ده يقدر يستقبل اي نوع من انواع البطولات، لان هو في اراضي تستقبل بطولات قفز وبطولات ترويد، وفي أرض كلا. نشكر وادي الفروسية على التجهيز وعلى جمالية المكان وعلى الأرضية، وصراحة شيء ما هو مستغرب، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق. الملعب الذي تم العمل البطولة عليه ملعب مماثل ودولي بمقاسات دولية كبيرة. تنظيم احترافي لفعاليات البطولة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية يضاهي بل يتفوق على البطولات الدولية المماثلة، حيث تم توفير كافة التجهيزات التي تضمن نجاح البطولة بصورة مشرفة تعكس المظهر الحضاري لمصر، وتؤكد على قدرتها العالية على استضافة البطولات الدولية على ملاعب وادي الفروسية. اللي نشوفه اليوم من تجهيزات اتحاد مصر للفروسية ممكن يكون أعلى معايير شفناها في أي بطولة خارجية. سافرت هند، باكستان، يمكن معظم دول العربية، ما فيش أرض متجهزة بالطريقة اللي هنا في وادي الفروسية، فبجد دي حاجة كلنا فخورين بيها، إيفن اللعيبة حتى اللي جات من برة مش مصدقين، لدرجة إن هم بيطلبوا إنه كأس العالم بتاع اللعبة يتنقل من أي بلد إنه يبقى هنا في وادي الفروسية. التنظيم المحترم اللي احنا شايفينه هنا فعلا بيقول إن الدولة المصرية قادرة على استضافة بطولات عالمية وبطولات في مختلف الألعاب منها الفروسية. So seeing the way everything is set up with the arenas with the tent pegging run here and everything else is really 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 high level. And we have not asked for anything yet. البطولة الحمد لله كانت ناجحة بجميع المقاييس، مكان يليق بتصفيات كأس العالم. تبارى الفرسان من الدول المشاركة في أجواء تنظيمية رائعة لالتقاط الأوتاد، ساعدهم على ذلك ملاعب الوادي التي اتسمت بمواصفات دولية، وما يحيط بالملاعب من أجواء تم تهيئتها لإنجاح الفعالية الدولية من خدمات ورعاية بيطرية في الاسطبلات المجهزة للخيول، إضافة إلى فندق إقامة بمواصفات قياسية عالمية ومطاعم ومدرجات للجماهير. هذا الصرح الرياضي مهما أقول يعني ده مواكب أحسن 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 الميادين الفروسية الموجودة في دول العالم كلها، وده طبعا كان بشهادة الوفود المشاركة في البطولة. شافوا هذا المكان ما كانواش مصدقين الإنشاءات والأراضي والفندق والمطاعم ومنظر البحيرة، حاجة يعني مشرفة جدا جدا. The hotels, amazing hotels actually, and we glad to have it and it is good if it is stay there, but alhamdulillah. Anyway, it is center in middle of the city. المكان مهيئ وجدا رائع بالنسبة للميدان، بالنسبة لإسطبلات الخيل، بالنسبة للتنظيم، بالنسبة لاستقبال الفرق المشاركة، حتى مكان الإقامة. الشباب المصريين ما قصروا معانا. وقد نجح الفريق المصري في الحصول على المركز الأول
ليتأهل بذلك إلى كأس العالم وسط حضور دولي ومحلي. الجميع أشاد بالمستوى التنظيمي للبطولة وبالتجهيزات ذات المواصفات الدولية التي يحظى بها وادي الفروسية وملاعبه. كالمعتاد وزارة الداخلية دايما إسهاماتها في الرياضة الكثير، في الأبطال، في المنشآت الرياضية. الحقيقة فخورين بده كوزير شباب ورياضة إن إحنا نشوف المنشآت الكبيرة النهاردة، المنشآت المتخصصة مدينة فروسية وليس نادي فروسية. الحقيقة مبهورين بالمكان، مكان مؤهل جدا جدا، مش للكلة بس، حتى لبطولات القفز، لبطولات البولو، مكان مجهز بكل حاجة ما شاء الله. المكان اللي احنا فيه ده انا عايز اقولك من 10 سنين مش ممكن تقول ان هو ده نفس المكان اللي احنا كنا بنيجي بنتدرب فيه وبيحصل البطولات. ده بقى حاجة تانية خالص، وحاجة يعني مشرفة جدا انها تستقبل competitions, international competitions ومن كل العالم مش بس من الدول العربية. حققت وزارة الداخلية رؤيتها من تطوير وادي الفروسية، وهي القدرة على استضافة المنافسات الدولية على أرضه بكفاءة واحترافية والارتقاء بالرياضة الفروسية في مصر.